ينضم إلينا مباشرة من أربيل المحلل السياسي نزار جميل. سيد نزار، أهلا بك إلى نشرتنا. يعني بداية، لماذا هذا التوقيت في قضية الاستفتاء وما إلى ذلك، بينما يعني الإقليم يعيش أزمة الرئاسة، أزمة المصالحة بين البرلمان والحكومة، قضية يعني الأزمة مع حركة تغيير، لماذا الآن؟ صح، بالنسبة لتصريحات الرئاسة إقليم كردستان حول الاستفتاء وعملية المضي في مشروع الاستفتاء، لها بعدين. أولا بعد داخلي اللي هو رسالة واضحة إلى الأحزاب السياسية العاملة في الساحل الكردستانية لأجل إعطائهم التطمينات أنه عملية الاستفتاء لا يعني بنفس الوقت عملية استقلال الدولة الكردية، وبنفس الوقت هي عملية لها بعد دولي، اللي وهي تتمثل بإجابة للتصريحات التي تم الإشارة إليها من قبل البلدان المجاورة. من أول هذه البلدان هي دولة جمهورية إيران الإسلامية، حيث صرحت أنه بصريح العبارة أن هم غير راضين ويمانعون قيام دولة باسم الدولة الكردية. لكن هذه العملية هي مترابطة مباشرة مع العملية السياسية التي تجرى حاليا لإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي في إقليم كردستان العراق، حيث هناك أزمة سياسية تعاني من عدها الشعب الكردي، وأكو أزمة اقتصادية يعاني من عدها الشعب. فعملية أي استفتاء أو أي عملية استفتاء قادمة سوف لن تكون بدون وجود سلطات برلمانية ذو صلاحية وذو شرعية كاملة وتعمل لأجل طرح المشروع، طرح مشروع الاستفتاء. فبالنسبة لرئاسة إقليم كردستان فهي أيضا حاليا تعمل على إعادة سلطة البرلمان وإعادة الحكومة إلى مجاريها لأجل بناء ثقة مرة أخرى مع الأحزاب السياسية العاملة في إقليم كردستان، لأن صراحة حاليا يوجد أزمة ثقة كون أنه صار أكثر من 5 أشهر هذه الأحزاب هي متناحرة متباعدة في محاولات لتقريب هذه وجهات نظر دوليا وداخليا. نعم، هذه النقطة بالتحديد سنتحدث عنها وسأسألك عنها وأسمع رأيك، ولكن دعنا يعني نتابع تقريرا حول ردود الفعل حول قضية الدعوة للاستفتاء وهي حق للشعب الكردي، ثم أعود إليك. أرجو أن تنتظر معنا وتتابع هذا التقرير. حان وقت إجراء الاستفتاء، والاستقلال ليس منا من أحد، وهو حق شرعي ولا نقاش فيه. تلك هي الجملة الأبرز في البيان الذي أصدره رئيس الإقليم مسعود بارزاني مساء الثلاثاء، وفيه كما يؤكد المقربون منه إصرار واضح على المضي في تحقيقه في الزمان والمكان المناسبين. كثير من الدول الأوروبية ودول الإقليمية تفهمون هذه الواقع. نحن نريد أن تجري هذه الاستفتاء بالتعاون والتشاور مع جميع الحكومات التي تحد إقليم كردستان. لكن إصرار البارزاني على إجراء الاستفتاء يقف في مواجهته الخصوم الذين لا يتفقون مع طرحه في الوقت الحاضر، والأرضية لتحقيق الحلم الكردي ما زالت غير مهيئة كما يؤكدون. نرى أن هذا الاستفتاء حاليا ليس في وقته، لأن الأرضيات التي تساعد على إجراء هذا الاستفتاء الأرضية غير خصبة وغير مهيئة. مفوضية انتخابات كردستان أبدت من جانبها عن الاستعداد التام لإجراء أي استفتاء تقرره رئاسة الإقليم، وهي ملزمة وفق القانون بتنفيذ الأوامر الصادرة بهذا الخصوص، وما على الحكومة إلا تلبية متطلبات إجراء الاستفتاء متى ما تقرر. فوضي حسب القانون ملزمة بإجراء جميع الاستفتاءات على في كردستان العراق. طبعا أكيد المفوضية تحتاج إلى قانون وإلى مدة زمنية معينة وأيضا الميزانية لإعداد هذا الحدث. يشار إلى أن رئيس الإقليم عبر عن استغرابه من تصريحات بعض الدول الإقليمية التي قال إنها تتكلم ضد إجراء الاستفتاء التي لا تنصف الشعب الكردي، وبأنها لا تنصف مصيره بحسب تعبيره. يوسف المندلاوي، الحرة، أربيل.
إذا نعود إلى السيد نزار عزيز المحلل السياسي، يعني في اجتماع اليوم مع زعيم حركة التغيير، الحركة طالبت بضمانات من هذه اللجنة بخصوص حزمتي إصلاح تتعلق بالجانب السياسي والجانب المالي. ما هي بالضبط معالم هاتين الحزمتين؟ هل لديك معلومات حول هذا الموضوع؟ عفوا، اليوم لم يكن هناك اجتماع مع رئاسة او مع زعيم حركة التغيير، وانما القادة حركة التغيير، كون انه زعيم حركة التغيير موجود حاليا في دولة في منزله جرى الاجتماع، اسف، غاب عن الساحة الكردستانية. عفوا، الوفد المفاوض الذي نتج عن اجتماع اربيل الذي كان يمثل الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني، زائدا الاتحاد الاسلامي الكردستاني، حيث قاموا باول زياره الى حركه التغيير في مدينه السليمانيه. كانت هذه الزياره زياره تشاوريه حول كيفيه اعاده الثقه وكيفيه اعاده المضي قدما في عمليه تفعيل البرلمان اقليم كردستان مره اخرى، حيث هذا الوفد ايضا تحضر لانه ملتزم بفتره زمنيه محدده، حيث المفروض الاسبوع القادم. ما هي طبيعه الحزمتين، حزمتي الاصلاح، اسف سيد نزار، يعني ما هي طبيعة أو تفاصيل حزمتي الإصلاح المالي والسياسي التي تريد حركة التغيير ضمانات من الحزب الديمقراطي بتنفيذها؟ الملفات الرئيسية هي الحزمة المالية التي تتضمن إدارة الموارد النفطية أو حتى الموارد الموجودة في إقليم كردستان. تكون أكو لجنة أو تكون أكو هيئة مسؤولة عن إدارة هذه المصادر، حيث صدر بقانون في إقليم كردستان عبر برلمان إقليم كردستان، فيردون أنه تفعيل هذه الهيئة لأجل إدارة المصادر البلد. هذه أولا النقطة، وهي نقطة خلاف يحتاجون إلى تفعيل وإدارتها. وأعتقد أن بالنسبة للأحزاب الكردستانية الأخرى الموجودة في الحكم هي غير رافضة، لكن يحتاج إلى مفاوضات فتكون أحد أوراق المفاوضات. الورقة الثانية الموجودة في المفاوضات هي الجانب السياسي، والذي يتضمن مباشرة رئاسة إقليم كردستان، كيفية اختيار رئيس إقليم كردستان من الشعب أو من البرلمان، وأيضا دستور المقترح لإقليم كردستان العراق. هذه ثلاث أوراق رئيسية التي يطرحها حركة التغيير وأيضا الأحزاب السياسية الأخرى، حيث تحاول كل جهة أخذ الضمانات الكافية أنه تكون تتقدم نحو عملية سياسية تضمن بقائها وتضمن مشاركتها الفعلية وليس الرمزية في العملية السياسية في إقليم كردستان العراق. نعم، طيب سيد نزار، وباختصار لو سمحت، يعني هل تراجع الحزب الديمقراطي عن الفيتو الذي فرضه على رئيس البرلمان من حركة التغيير، أم أنه سيوافق على عودته ضمن هذا التوافق الذي يجري الآن؟ بالنسبة لتصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، هو صرح بصريح العبارة أنه في اجتماع أربيل أنه لا يوجد فيتو أو خط أحمر على أي شخصية معينة في إقليم كردستان العراق، فالأبواب كلها مفتوحة، وهذه أيضا باب يعني فتحها لأجل وصول إلى حل سريع في إعادة تفعيل او اعاده اصلاح الوضع السياسي الموجود في اقليم كردستان العراق والذي يمر به حاليا. نعم، اذا من اربيل المحلل السياسي نزار عزيز، شكرا جزيلا لك.